السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، شخباركم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا كاملين تنصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدرجة، بشعار عاش المغرب لا عاش من خانه، ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين نمر إلى العناوين. تعذيب مغربي في كوريا، ليا غونزاليس في ورطة كبيرة بسبب إبراهيم رخيس، هل ستوضع في السجن؟ الجزائر تفشل في الضغط على إسبانيا بورقة الغاج من أجل المساومة في قضية الجزائر الأولى. الصحراء المغربية، برلمانية موريطانية تطالب بافتتاح قنصليتين لنواكشوط في العيون والدخلة. اتصالات جارية لتحديد موعد زيارة الملك محمد السادس لمصر. أمريكا ترد على القرار الأوروبي بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الصحراء المغربية. أمريكا تدخل على الخط وتدفع الاتحاد الأوروبي القرار الأوروبي غير شرعي وبه تواطؤ مع الصنادلية والجزائر. الجزائر ترد على تسلم المغرب درونات عسكرية تركية. الدرون المغربية تضرب فيديو جديد، أثار شريط فيديو يظهر مهاجرا مغربيا في جمهورية كوريا الجنوبية مقيدا في أحد مراكز احتجاج اللاجئين جدلا واسعا في هذا البلد الآسيوي وكذا في المملكة المغربية. وكشف مصدر دبلوماسي أن شريط الفيديو يعود تاريخه إلى شهر يوليو من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه فور علم سفارة المملكة المغربية بسيول بالأمر قامت بما يلزم في مثل هذه الحالات من ربط اتصالات عبر القنوات الدبلوماسية، أي وزارة الخارجية الكورية ومركز اللاجئين حيث يقيم المواطن المغربي. وأضاف ذات المصدر أن القنوات الدبلوماسية المغربية تتدخل في مثل هذه الحالات ليلقى المعني بالأمر العناية اللازمة كي أي مواطن مغربي وجد في ظروف مشابهة. من جهة ثانية، نقلت مصادر كورية وفق وسائل إعلام محلية أن الحالة التي ظهر فيها المواطن المغربي ويداه مقيدة